يا اهلا وسهلا، مساء الخير على حضراتكم، مرحب بحضراتكم طبعا. بدايه حلقه جديده من السادسه، والحقيقه يمكن اتمنى، يمكن احنا بنتكلم بقالنا فتره طويله عن موسم صعب جدا على كل المستويات، على مستوى الانديه، على مستوى منتخب مصر الاول، لكن الحقيقه يبقى مشوار منتخب مصر هو المشوار الاهم على مستوى الكره المصريه في الفتره اللي جايه، على مدار الشهرين اللي جايين. الحقيقه ان منتخب مصر هيخوض 6 لقاءات في منتهى الأهمية، وعلى بركة الله نبدأ المشوار بكرة إن شاء الله بإذن الله بمباراة مصر وأنجولا، حلم الوصول لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي. الحقيقة هو حلم كل المصريين، وما أعتقدش إنه في مباريات أهم في الفترة اللي جاية مهما كانت انتماءاتك. أعتقد إنه ده الوقت اللي بننسى الألوان فيه، ده الوقت اللي تتوحد كل الألوان ورا علم مصر، ورا منتخب مصر. ده اللي احنا بنعرفه، وده اللي احنا اتربينا عليه، وده اللي احنا اتعودنا عليه. اتمنى نطلع من الدوائر المفرغه والحدود الضيقه اللي احنا عايشين فيها، ونبص وندعم بشكل كبير جدا ونتوحد الحقيقه ورا منتخب مصر اللي هيبتدي مع كابتن حسام البدري اولى المواجهات بكره في تصفيات كاس العالم ان شاء الله بمواجهه انجولا. انجولا منتخب لا يجب انك تستهين به، صحيح انه ما تقدرش تقول انه منتخب من العيار الثقيل او منتخب من الرانك A أو الصفوف المتقدمة على مستوى القارة الأفريقية، لكنه منتخب محترم، وأنا قلت لحضراتكم يمكن يكون المنافس الأكبر لمنتخب مصر في مجموعته مع الجابون وليبيا. منتخب أنجولا بالمناسبة منتخب فيه 30 لعيب منهم 18 محترف، بس قصة الاحتراف هنا ما يعني لا ينبغي أنها تخض حضرتك، لأنه الحقيقة كلهم محترفين في أندية مش من العيار الثقيل، اغلبهم بيلعب في انديه درجه ثانيه في البرتغال او بيلعب في الخليج او حتى محترف داخل القاره الافريقيه، سواء في جنوب افريقيا او حتى في مصر زي علي بابل. اشهر لاعبتهم اللي انت ممكن تكون بتسمع عنهم او تعرفهم هو جيرالدو طبعا دا كوستا اللي كان بيلعب في النادي الاهلي وانتقل للدوري التركي تحديدا في انقره جوجو، وانزولا ده لاعب بيلعب في نادي سبيتزا في ايطاليا. دول ممكن تقول ان هم ابرز لاعبي المنتخب الانجولي. هنتكلم على ماتش مصر طبعا، المنتخب انهى استعداداته النهارده لمواجهه بكره ان شاء الله، ومعنا تفاصيل كتير جدا طبعا على الاهلي في المرحله اللي جايه. خليني افكركم بسؤال حلقتنا في السادسه المستمر مع حضراتكم على مواقع التواصل الاجتماعي مختلفه، فيسبوك تويتر وانستجرام، على صفحه قناه النادي الاهلي، مين هم افضل ثلاث لاعبين في مباراه الاهلي واسوان الاخيره، وندخل مع حضراتكم في عناويننا النهارده. المنتخب الوطني يختتم استعداداته لمواجهه انجولا في تصفيات كاس العالم. بيرسي تاو الانتقال للاهلي افضل من اللعب في اوروبا. رسميا قمه سوبر افريقيا لكره اليد بين الاهلي والزمالك 10 سبتمبر. رونالدو يتدرب مع البرتغال استعدادا لاستضافه ايرلندا. سان البريطانيه تكشف عن اسرار التفوق البدني للاسطوره كريستيانو رونالدو. وقت ضيق جدا وظروف كتير معاكسه، يمكن يكون اهمها طبعا غياب 3 من العناصر الاساسيه، مش بس عشان هم الحقيقه محترفين في الدوري الانجليزي، بتكلم على صلاح طبعا، على النني، على تريزيجيه، لكن كمان لان هم الحقيقه كانوا عناصر اساسيه وثابته طول الفتره الاخيره مع منتخبنا المصري. لكن اللي موجود يسدوا اكتر الحقيقه، والتشكيل اقرب للعب مباراه بكره، شناوي قدامه حجازي مع الونش، على اليمين اكرم توفيق، على الشمال عبد الشافي، في النص طارق حامد السولية، قدامهم محمد مجدي قفشة، على اليمين زيزو، على الشمال رمضان، وقدام هيكون محمد شريف. ده في ظني 90% يعني التشكيل اقرب ان كابتن حسام البدري يبتدي بيه بكره، ما كانش كمان ممكن يكون بنسبه 100% لو ما جدش جديد. على كل الاحوال كل الاسماء اللي احنا اتكلمنا عليها عامله موسم اكتر من رائع، نتمنى ان هم يكونوا جاهزين بدنيا، وان شاء الله باذن الله نقدر نتجاوز اول مباراه. الانطلاقه دي دايما بتبقى صعبه ونتيجتها بيتبني عليها المشوار، انك انت تبتدي ب3 نقاط تعزز من فرصك وتضعف من فرص انجولا. بشوفه الحقيقه هدف من اهم الاهداف بتاعه ماتش بكره، وان شاء الله منتخب مصر قادر على انه يفوز بالمباراه. خليني اقول لحضراتكم وافكركم بجدول ماتشات مصر في مشوارها في التصفيات المرحله الاولى. احنا متفقين للي ما يعرفش، احنا هنلعب مجموعات ذهاب وعوده، 6 ماتشات هنلعب فيهم مع انجولا والجابون وليبيا. المباراه الاولى هتكون على ارضنا هنا اللي هي بكره ان شاء الله الساعه 9 مساء، هتكون مع انجولا. بعد كده نسافر بعد المباراه مباشره بطياره خاصه للجابون عشان نلعب معاها على ارضها ان شاء الله يوم 5. ناخد بريك شهر 9 كله، وبعد كده
نرجع في اكتوبر بدايه من 6 اكتوبر تحديدا، نروح او نيجي تيجي ليبيا عشان تلعب معانا على ارضنا، وبعد كده نسافر لها بعدها باربع ايام غالبا مباراه تقام خارج ليبيا، لم يتحدد مكانها حتى اللحظه، هيكون ميعادها يوم 10 اكتوبر مباراه العوده مع ليبيا. اما انجولا، في انجولا فهيكون ميعادها يوم الخميس ان شاء الله 11 نوفمبر، ونرجع هنا نستقبل الجابون في اخر ماتشاتنا في المرحله الاولى من تصفيات كاس العالم مع الجابون يوم 14 ان شاء الله على ارضنا هنا في القاهره. نتصدر المجموعه نروح للمرحله الثانيه من التصفيات، 10 منتخبات هيتاهلوا عن 10 مجموعات، هتقام قرعه تجمع بين منتخبين من كل العشره، ومباراه ذهاب وعوده تحدد مين الخمس منتخبات اللي ان شاء الله هيمثلوا افريقيا في كاس العالم 2022، وان شاء الله مصر تكون واحده منهم. اروح مع حضراتكم لتصريحات، كلام كتير طبعا كان على بيرسي تاو، ومفيش شك انه اللاعب ده عنده من الامكانيات والمهارات الكتير، واعتقد انه من الممكن جدا لو وفق، لانه عامل التوفيق مهم جدا 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 في عمليه انتقال اي لاعب لاي نادي، لو وفق بيرسي تاو اعتقد ممكن يكون اهم صفقه ويكون واحد من اهم اللاعبين في الموسم اللي جاي في الدوري المصري. اتكلم الحقيقه بيرسي تاو، وناس كتير كانت بتتكلم فكره الداون جريد دي، ازاي لعيب بيلعب في انجلترا ويجي يلعب في افريقيا، وازاي لعيب يلعب في برايتون ويسيب برايتون ويسيب كل انديه اوروبا ويجي يلعب في النادي الاهلي. لكن الحقيقه يمكن التصريحات اللي احنا هنعرضها لحضراتكم واللي اتكلم فيها بيرسي تاو لصحيفه كيك اوف الجنوب افريقيه تكشف لحضراتكم عن عقليه اللاعب، والحقيقه يمكن دي واحده من اهم عوامل نجاحه. بدايه هو قال انه السبب الاساسي، السبب الواضح والصريح لقراره بان هو يجي النادي الاهلي بعد ما كان بيلعب في برايتون هو قله مشاركته، وانه اللاعب عنده رغبه كبيره جدا في ان هو يلعب، ما تفرقش معاه اسم الدوري، ما يفرقش معاه اسم النادي طالما مش بيشارك ومش بيلعب. واتكلم انها خطوه كانت مفاجاه ليه هو شخصيا، انتقاله للنادي الاهلي كان خطوه مفاجاه، لكن الحقيقه هو عنده امل كبير جدا في ان هو ينجح او يخوض تجربه ناجحه مع النادي الاهلي. اتكلم على تجربه باكاماني، لانه يعني يمكن المراسل الصحفي ساله على تجربه باكاماني، وانها كانت تجربه، طبعا باكاماني لاعب جنوب افريقي اللي كان بيلعب في النادي الاهلي وما استمرش فتره طويله، قال اتكلم معاه عن التجربه دي، وقال هل انت تواصلت مع باكاماني وهل ما خفتش من تكرار نفس التجربه مره تانية؟ قال لا، الحقيقه ان هو ما تواصلش مع باكاماني، وان هو يعني بتربطه علاقه صداقه بيه، لكن القرار ده كان قراره لوحده. قال بعد ما اتفتح باب الانتقالات حاول النادي الاهلي يتواصل معاه في محاوله طبعا لاقناعه ان هو يجي مصر، وبالنسبه له كانت مشاركته هي العامل الاساسي في انتقاله للنادي الاهلي، رغبته في ان هو يلعب، رغبته ان هو يكون مشارك وموجود، وبالتاكيد طبعا في عوامل ثانيه، لكن هو مش هيكلم او مش هيكشف التفاصيل الخاصه بالعوامل الثانيه اللي ساهمت في اقناعه بالانتقال للنادي الاهلي. اعتقد طبعا المشاركه في بطولات افريقيه وتحقيق النادي الاهلي لاخر لقبين على مستوى دوري الابطال، مشاركته في كاس عالم الانديه وتحقيقه البرونزيه، المشاركه ان شاء الله اللي جايه في كاس العالم ايا كان تاريخها وايا كان مكانها اللي مش واضح لغايه دلوقتي، بالتاكيد عوامل ساهمت بشكل كبير. موسيماني بعتقد كمان وجود موسيماني على راس الجهاز الفني للنادي الاهلي، لانه اللاعب ده لعب مع موسيماني فتره طويله جدا، اعتقد اكتر من 100 ماتش لعبهم تحت قياده موسيماني لما كان بيلعب في سان داونز، كلها عوامل الحقيقه ساعدت على انتقاله للنادي الاهلي. نروح مع حضراتكم الحقيقه لكاس سوبر افريقيا لكره اليد. الاتحاد المصري اخطر بشكل رسمي بقى الاتحاد الافريقي، هو الاتحاد الافريقي كان طلب الاتحاد المصري ان هو يحدد الميعاد والمكان، وتم الاستقرار وتحديد ميعاد يوم 10 سبتمبر عشان يجمع بين الاهلي والزمالك في سوبر افريقيا. الصاله اللي هتستضيف المباراه دي هتكون ان شاء الله صاله دكتور حسن مصطفى في 6 اكتوبر، وفي محاولات من الاتحاد المصري ان هو يعني بيتواصل مع الجهات الامنيه عشان ياخدوا موافقه ان المباراه دي تقام بحضور جماهيري. اما في حاله عدم موافقه الجهات الامنيه فيقتصر الحضور، عدد الحضور على 40 شخص لكل فريق، منهم طبعا اعضاء مجلس الاداره وبعض المدعوين. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي في مباراه مهمه جدا تحقق سوبر افريقيا ان شاء الله للنادي الاهلي. عندنا كلام كتير جدا الحقيقه على رونالدو الظاهره الحقيقه، ويمكن النهارده بنكشف لحضراتكم عن طريق طبعا سان بريطانيه ازاي بيفكر اللاعب المحترف. عقلية رونالدو جزء كبير جدا 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 من قصة نجاح، أعتقد أنها من الصعب أنها تتكرر. ليه؟ لأنه الحقيقة
انا بشوف ان رونالدو يمكن يكون على مستوى المهاره والموهبه مش اعظم الاسماء، مش من ضمن الاعظم الاسماء في جيله، يعني على مستوى المهاره لعيبه كتيره جد افضل بمراحل من رونالدو. وبكلمكم على رونالدينيو، بكلمكم على انيستا، بكلمكم على زيدان، بكلمكم على، لكن المجد اللي حققه رونالدو، الارقام اللي حققها رونالدو، الالقاب اللي حققها رونالدو تتفوق بمراحل على كل الاسماء دي. وحطيته في مقارنه مع مين؟ مع اسطوره الاساطير. دايما كانت المقارنات تحصل بين ميسي ورونالدو. ازاي حصل ده؟ ايه اللايف ستايل اللي وصل رونالدو انه يحافظ على نفسه رغم انه وصل لسن 36 وما زال على القمه؟ ده كلها تفاصيل هنتكلم عليها مع حضراتكم في السادسه، بس بعد طبعا ما نروح لفاصل ونتكلم كمان على انتقاله، او رونالدو از باك هوم زي ما بيقولوا، او زي ما قالت الصفحه الرسميه لمانشستر يونايتد، عودته تاثر على فرص رونالدو والمان في تحقيق تشامبيونز ليج او حتى تحقيق البريمير ليج. دي كلها حاجات هيكشف عنها الموسم اللي جاي. خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في السادسه. حلوه البدايات على راي الهضبه، بدايات قويه جدا الحقيقه لكريستيانو على ملعب الاولد ترافورد مع مانشستر يونايتد. لكن الاهم انك انت تحافظ، الاهم انك انت تستمر على القمه، وده اللي نجح فيه كريستيانو رونالدو على مدار مشوار طويل جدا، سواء كان مع المان يونايتد في البدايات او مرورا طبعا بواحده من اهم المراحل في مشواره مع ريال مدريد ووصولا لليوفي. لكن الاهم رونالدو النهارده 36 سنه، بيمضي عقد جديد مع المان يونايتد لسنتين قابلة للتمديد لسنة ثالثة، 36 سنة ومازال محافظ على نفس القوة ونفس الرشاقة ونفس المهارة، نفس المعدل البدني، وده يمكن واحد من أهم أسرار تفوق كريستيانو رونالدو في الملاعب. خدوا بال حضراتكم، سان كشفت على خريطة رونالدو إزاي، وده واحدة من الحاجات اللي أتمنى من لاعبتنا، خصوصا الشباب الصغير اللي طالع واللي شايف قدامه صلاح والنني وتريزيجيه وغيرهم، إن هم يتعلموها. العقلية جزء كبير جدا من سر التفوق. ازاي لاعب حقق هذا الكم الكبير جدا من الالقاب والنجاحات والبطولات؟ لاعب فاز بافضل لاعب في العالم وحقق بطوله تشامبيونز ليج وحقق القاب كتيره جدا وارقام قياسيه كتيره جدا، ما زال عنده الرغبه. ازاي بيوجد لنفسه الدافع؟ ازاي بيبذل الكم الكبير جدا من المجهود مش بس بقى جوه الملعب وفي التدريبات؟ تعالوا نشوف مع حضراتكم سان البريطانيه قالت ايه. قالت على اسلوب حياه او لايف ستايل بتاع رونالدو وقدرته على انه يحافظ على المعدلات البدنيه رغم وصوله لسن يعتبر كبير في عالم كره القدم، وخصوصا في مركزه كمهاجم 36 سنه، لكن مازال عنده قدرات بدنيه رائعه ولا زال بيمتلك سرعه كبيره جدا. التقرير ده ركز على مجموعه من الحاجات اللي تعود كريستيانو رونالدو ان هو يواظب عليها طول مشواره. طبعا بيشتغل تدريبات بدنية داخل الجيم بشكل كبير جدا، وبيركز فيها جدا، واللي يمكن نقطة بتميزه نقطة الارتقاء. تحس دايما في بعض الألعاب الهواء اللي بيلعبها كريستيانو رونالدو انه عنده قدرة انه يقاوم الجاذبية الأرضية، ودي بيشتغل فيها تدريبات مقاومة من العيار التقيل، بالإضافة طبعا نظام غذائي غاية في الدقة وبيحافظ عليه بكل ما أوتي من قوة، بيحاول دايما ياخد أوقات راحة كافية. وكلمت على أنه واحد من الناس القليلة جدا الحقيقة اللي بيتدربوا بعد انتهاء المباريات على طول، يعني مش بيخلص الماتش يريح، لا ده عنده حرص شديد جدا انه بعد كل مباراة ان هو يخش في جرعة تدريبات بتبقى دايما داخل حمام سباحة. بعد ما بينتهي من تدريبات اللي هي داخل حمام السباحة بيبقى عنده بعض الأجهزة اللي بيمتلكها بشكل شخصي كريستيانو رونالدو، منها جهاز علاج بالتبريد، وده جهاز تقريبا يعني قيمته حوالي 50,000 استرليني، ويمكن واحد من اوائل اللاعبين اللي كانوا بيعتمدوا عليه كان نجم البايرن ونجم منتخب فرنسا فرانك ريبيري. الجهاز ده باختصار شديد جدا بينتج نيتروجين سائل لمده 3 دقائق، الـ3 دقائق دول كفيله انه يدخل جسمه في حاله تجميد كامله.
وده بيساعده بشكل كبير جدا على عملية الاستشفاء، بيتغلب من خلاله على وجع العضلات وبيقلل من حالة التورم اللي بتحصل لجسمه بعد المجهود الكبير، وده بيخليه عنده قدرة على انه يبقى جاهز للماتشات اللي جاية بعد كده او للتدريبات اللي هيدخل فيها بعد كده بشكل كامل. كمان بيمتلك حمامات سخنة وحمامات باردة بتشتغل على عملية تحفيز العضلات، بينما عنده أجهزة تانية بتقوم بعملية تدليك كامل لعضلات جسمه. وحريص جدا جدا جدا، وهو بيأكد على النقطة دي، أنه ينام كل يوم 8 ساعات بس مش في سريره، عنده كبسولة مخصصة للنوم. ده برنامج حياة كريستيانو رونالدو اللي ساهم بشكل كبير جدا انه يحافظ على مستواه. ومن ورا ده اقرا زي ما انت عايز بقى ازاي العقليه دي شغاله وازاي العقل ده بيفكر. بمناسبه كريستيانو وبمناسبه ميسي اللي رجعوا لمانشستر يونايتد واللي راحوا لبي اس جي، خلينا ناخد لقاء مع انطونيو فيريرا مدرب حراس مرمى فريق شختار الاوكراني السابق، ونتكلم معاه كمان على قرعه الشامبيونز ليج. بدايه طبعا شكرا على وجودك معانا في السادسه على شاشه الاهلي. مرحبا بكم، انا مسرور بتواجدي معكم، هذا شرف لي ان اتواجد على هذه المحطه الكبيره. قبل ما افتح معاك ملفات الشامبيونز ليج وفرص شختار، وقبل ما اتكلم برضه في ملف حراس المرمى، خليني اكلمك بدايه عن رايك في اهم صفقتين في الميركاتو اللي حصل السنه دي، انتقال ميسي لبي اس جي وانتقال او عوده بقى رونالدو لمان يونايتد. من وجهه نظرك هل قادرين على النجاح، وهل قادرين على مساعدة فرقهم في تحقيق أهدافهم سواء بالبطولات المحلية أو بطولة دوري أبطال أوروبا؟ أعتقد ذلك بالطبع. هؤلاء لاعبين رائعين جدا، يستطيعون أن يستمروا لمدة حتى 10 سنوات، نتمنى ذلك. أعتقد أني لا أستطيع أن أفكر في غير ذلك. طوال الوقت هؤلاء اللاعبين يحققون المزيد من النتائج الناجحة دائما أولا بأول، وكانت مفاجأة بالطبع هذا الانتقال، لكن تغيير الأندية لم يكن مفاجأة بالنسبة لرونالدو، ولكن كان مفاجأة بالنسبة لميسي. أن تلعب لبرشلونة ما يزيد عن 20 عاما ولم يغادر البلد لطوال هذه المدة كانت مفاجأة. لكن بالطبع أنا أؤمن أن ميسي يستطيع أن يحقق الإنجازات مع باريس سان جيرمان. بمناسبة الكلام عن النديين دول، مين من وجهة نظرك الأندية، وإحنا بنتكلم طبعا على قرعة تشامبيونز ليج، مين الأندية اللي فرصها كبيرة في تحقيق اللقب السنة دي من وجهة نظرك؟ هذا العام ليس سهلا أن ترشح فريق يستطيع أن يصنع المفاجأة في الشامبيونز ليج. صعب على العديد من الأندية، وصعب على العديد من الناس أيضا أن تخمن في فرق إلا باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، تشيلسي، مانشستر يونايتد، بايرن ميونخ، ريال مدريد. هذه الفرق هي المرشحة دوما، أما الفرق الأخرى لا تستطيع أن تحدث المفاجأة في وجهة نظري. بمناسبة كلامك عن ريال مدريد، وكأنه اتفاق موقع ولكنه غير مكتوب، أنه دايما شختار يقع في قرعة تشامبيونز ليج مع نادي الريال، فالقرعة أوقعته يعني من حظه جه برضه في نسخة تانية في مواجهة ريال مدريد وفي مواجهة انتر ميلان الإيطالي وشرييف المولدوفي. هل ظلمت القرعة شختار من وجهة نظرك؟ أعتقد أن شختار اعتاد على ذلك، هذا يحدث مع شختار منذ مدة، يعني اعتاد على ذلك. وقعنا مع مانشستر سيتي لمدة 3 أعوام متتالية وكذلك ريال مدريد، فمباريات ضد مانشستر سيتي كانت صعبة جدا، فلم تكن مفاجأة بالنسبة لي. نحن نعرف أننا سنقع مع فريق كبير، لعبنا مع ريال مدريد العام الماضي والآن نلعب مع ريال مدريد هذا العام ومع انتر ميلان أيضا. الأمر كان مختلفا في العام الماضي، أعتقد أنه سيكون مختلفا هذا العام أيضا. ريال مدريد
ريال مدريد فريق كبير، ولكن على أرضي الأمر لن يكون وعلى أرضي لن يكون الأمر سهلا. أعتقد أيضا في الإنتر ميلان، أعتقد أيضا الأمر سيكون صعبا أمام الإنتر ميلان كذلك. فالفريقين يضمان لاعبين رائعين، ولكن أيضا شختر لديه فريق رائع. تدربت أو توليت مسؤولية تدريب حراس مرمى شختر في 5 مواسم متتالية. خلينا أتكلم معك شوية عن ملف حراسة المرمى، وأنا ابتديت كلامي بميسي ورونالدو، موهبة فطرية وموهبة مصنوعة. هل ده ينطبق كمان على حراسة المرمى؟ هل من الممكن أنه مركز حراسة المرمى يكون حارس مرمى مصنوع عن طريق وسائل تدريب، عن طريق أجهزة، ولا بالضرورة أن تكون في موهبة فطرية؟ لا، أعتقد أن الحارس يستطيع، يجب أن يكون لديه مهارة أكثر من أن تصنع حارس مرمى. لأن إذا ارتكب خطأ واحدا يستطيع أن يكلف الفريق الكثير. ولكن الخبرة والمهارة تجعله أن يركز في المباراة بشكل أكبر ويحمي عرين فريقه. وإذا كان لدى الحارس فريق جيد، بالفعل يجب أن يكون الحارس على نفس المستوى الفريق. إذا لم يكن لديك فريق رائع ولديك حارس رائع، بالطبع لا تستطيع أن تؤدي بالشكل المطلوب، فالحارس يحتاج لفريق على المستوى كذلك. على مستوى العالم، مين من وجهة نظرك أفضل 3 حراس مرمى بالترتيب؟ أعتقد الآن، لا أعتقد، أعتقد أن نرشح دوناروما، لا أستطيع أن أقول في المركز الأول، لكن دوناروما هو الأفضل الآن. أعتقد الآن الناس تتكلم عنه كأنه الأفضل في العالم. لكن هذه أول منافسة كبرى لدوناروما على ما أعتقد مع فريق كبير، أن يلعب مع PSG عكس ما كان يلعب مع AC ميلان. الأمر يختلف الآن، أعتقد في السنوات المقبلة سنرى، فالاستمرارية هي الأهم. إذا كان يستطيع أن يؤدي مع فريق قوي أم لا. وكذلك حارس ريال مدريد تيبو كورتوا، الأمر يبدو أسهل، ولكنه أدى في العديد من البطولات قبل ذلك. فأعتقد دوناروما، رغم أنه لديه أنه صغير السن، لكن أرشح دوناروما. يوجد العديد من الحراس أيضا أكبر سنا وأمهر منه، الحراس الألمان بطبيعة الحال. الأمر رائع أن نرى هذا الكم من الحراس المرشحين. تجاهلت أسماء بحجم مانويل نوير حارس بايرن ميونخ وتير شتيغن حارس البارسا. For my ideas, for the clubs, normally for the coach I work, I prefer Ter Stegen. أعتقد كمدرب حراس مرمى أنا أرشح تير شتيغن، هو الأفضل في هذه المرحلة. لكن على مستوى الفريق الألماني، المنتخب الألماني، مانويل نوير هو الحارس الأول. لكنه يضع العديد من المباريات على المحك بالمخاطرة. الحارس يجب أن يكون على قدر المسؤولية، لا أن يلعب بجنونية مفرطة. على مدار سنين طويلة جدا تألق كثير من اللاعبين الأفارقة في ملاعب الأوروبية ولعبوا في أكبر الأندية الأوروبية، لكن على مستوى حراسة المرمى كان الموضوع يعني أقل بشكل أو بآخر. الفترة الأخيرة شفنا تألق لحراس مرمى أفارقة، يهمني أعرف رأيك في مستواهم. بكلم على سبيل المثال أونانا، أو على سبيل المثال مندي مؤخرا في تشيلسي الإنجليزي. وهل تألقهم كمان بالمناسبة ممكن يساعد على تكرار التجربة أو انتشار حراس مرمى أفارقة في الملاعب الأوروبية؟
It's first here in the big team in Chelsea. أعتقد أن أداء إدوارد ميندي في تشيلسي يعتبر رائعا هذا العام. هو بالطبع أعتقد أن يوجد حراس مرمى يستطيع أن يفعلوا كذلك من قارة أفريقيا. أعتقد أننا سنرى في المرحلة المقبلة هذه فرصة لنرى العديد من الحراس المرمى الأفارقة. لديكم في أفريقيا حراس رائعين يستطيعوا أن يحققوا نفس المستوى. It's very important to have this success for after the catch more. من المهم جدا أن يكون لديك مصدر للمواهب في أفريقيا. Goalkeepers was born in Africa. فأن تخرج حارس مرمى مولود في أفريقيا يستطيع أن يتأقلم مع هذه الأجواء، هذا أمر جيد. أفريقيا الآن تغير العالم. And at that moment need to move to Europe for have success to be one of the best in the world. لديك الآن العديد من المواهب التي تستطيع أن تصنع الفارق مع العديد مع الأندية الأوروبية. لديك الموهبة والقوة، ونرى الآن في بطولة دوري أبطال أوروبا العديد من المواهب من قارة أفريقيا. هل خليني أسألك برضو فيما يتعلق بناحية التدريب والتجهيز، هل تطورت أساليب وطرق تدريب حراس المرمى؟ إيه التطور اللي حصل عليها من وجهة نظرك في السنوات الأخيرة، واللي أدى يمكن أعتقد كمان أنه ساهم بشكل كبير جدا في أنه معدل أعمار حراس المرمى تجاوز أرقام يمكن ما كناش متعودين عليها في السنين السابقة؟ I think you need to find good goalkeepers coach. أعتقد أن الأمر الأهم مع ذلك أن تجد المدرب حراس المرمى الملائم لهذه الأساليب. هو الذي سيلاحظ الأخطاء وهو الذي سيركز عليها. لكن هذه الأساليب بالفعل هي جزء من العملية وليست العملية ككل. بالفعل هي طورت كثيرا من أداء حراس المرمى، ولكن الأخطاء حارس المرمى يجب أن يركز على الأخطاء أكثر من أي شيء، أن يعالج أخطاء. فالمدرب هو من يدعم حارسه، هو من يقف بجانبه ويصحح أخطاء. وهو الذي يعطيها الثقة أكثر. Because after when we start to play one more time, أعتقد أننا لدينا الآن حراس مرمى على المستوى، لكن إذا ارتكب خطأ أو خطأين في المباراة فسيتحمل مسؤولية المباراة بسبب الضغط الواقع على حارس المرمى بالتحديد. حارس المرمى يجب أن يكون مؤهلا ذهنيا ويستمتع بالمباراة قبل أي شيء. أنطونيو فريرا مدرب حراس المرمى السابق لنادي شختر الأوكراني، بشكرك طبعا على وجودك معنا في السادسة. وبعد الفاصل هيكون معنا بيبيتو المصري، لو الاسم أو اللقب غايب عليك وعايز تعرف مين تابعنا في السادسة بس بعد الفاصل. بمنتهى الموضوعية، بمنتهى الحيادية، والله كان قصة وحكاية ورواية. دايما المهاجم كده ليه مواصفات، يعني انه يبقى قوي، يبقى سريع، يجيد العاب الهواء، يا سلام لو بيلعب برجلين اتنين. هو كان عنده كل ده والزيادة عليهم كمان ستايل، يعني تحب تتفرج عليه وهو بيلعب كورة، والكورة بيستلمها ازاي وبيجري بيها ازاي وبيفنشها ازاي. بيبيتو او علاء ابراهيم طبعا ضيفنا، وواحد من المع نجوم مهاجمي الاهلي طبعا في فترة لعب فيها الحقيقة ومتع جمهور وحقق نتائج وبطولات مع النادي الأهلي، بشرفنا النهاردة في السادسة. مساء خير يا كابتن علاء. مساء النور. أنا سعيد جدا في قناتنا وعشقنا وحياتنا كلها. الحقيقة الواحد لما بيلعب في النادي الأهلي كل محور حياته من أول ما دخل النادي لحد ما يعني لما الروح تطلع لفريقها زي ما بيقولوا بتدور في فلك النادي الاهلي. ربنا يديك طول العمر والصحه يا كابتن علاء، منورنا ومشرفنا في بيتك طبعا. وانا الحقيقه يمكن عندي موضوعات كتيره جدا يعني حابب اتكلم فيها معاك، بس الاول في شريط ذكريات عدى كده ولقطات واهداف ونجاحات وبطولات، يعني اكيد حرك حاجات جواك. اكيد طبعا الواحد بيبقى سعيد جدا لما يبقى فيه يبقى جزء ولو جزء صغير في كيان كبير زي كان النادي الاهلي. الحقيقه يعني الحمد لله كلنا الحظ
ولينا نصيب وربنا كتب لنا ان احنا نبقى في نادي كبير زي نادي الاهلي. حتى بعد ما بطلنا بنبقى سعداء بالانجازات واللي بيحصل في النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي، وحاجه يعني بالنسبه لنا بتبقى حاجه يعني تاريخيه بالنسبه لنا. فالحمد لله الواحد بيشكر ربنا طبعا. يعني النادي الاهلي بالنسبه لنا يعني زي ما قلت لحضرتك بندور حوالينه من ساعه ما دخلنا النادي، من اول ما دخلنا النادي لحد هذه اللحظه واحنا بندور حواليه لحد ان شاء الله ما يأذي ربنا سبحانه وتعالى. انت بالتاكيد قصتك يعني قصه نجاح ما فيش شك مع النادي الاهلي، فيها كتير من الحاجات اللي اتعلمتها، الحاجات اللي ضافت ليك في حياتك كلها مش بس جوه الملعب، وفي حاجات ممكن حتى كمان تنقلها للي جاي. يعني احنا هنتكلم على اللي جاي النهارده طبعا بالتاكيد معاك. اهم حاجات استفاد منها كابتن علاء ابراهيم من مشواره جوه النادي الاهلي؟ يعني بص النادي الاهلي موضوع مختلف، موضوع مختلف. حتى اللعيبه اللي بتيجي بتفكير يعني يكون غالب عليهم يعني الناحيه الشخصيه شويه الدنيا بتختلف معاهم، ما بيكملوش. المصابره والاجتهاد والتعب هو ده اللعيب اللي بيخش النادي الاهلي، هو ده اللي بيستمر في النادي الاهلي. انا جاي من المنيا بس كنت وانا بلعب وانا صغير متحمل مسؤوليه، يعني متحمل مسؤوليه بيت كامل، عيله كامله، متحمل مسؤوليه نادي كبير زي نادي المنيا. جيت النادي الاهلي ما اختلفش كتير، بقيت اشتغل واتعب واجتهد لحد ما وصلت الحمد لله. انا يعني يمكن راضي في الفتره الخمس سنوات اللي انا قضيتهم في النادي الاهلي، الحمد لله راضي بشكل كبير جدا على اللي انا قدمته للنادي الاهلي. انت لعب جنبك مهاجمين كتير في النادي الاهلي، يعني كان معاك في السكواد كابتن حسام طبعا، فاروق وبلال، فاروق وبلال طبعا، وعلي ماهر، وجي بعد كده روبرت اكوراي وايفيلينو. لا مدربين ده اللي جه قبل كان اخر حاجه كان الجيل اللي طالع بعدين كان حسام حسني كمان. أيوة. وكان طالع عماد متعب، يعني لسه بقى طالع الفتره دي شويه. المنافسه كانت صعبه اكيد. النادي الاهلي يعني يختلف عن الفتره دي الحقيقه. لا كان النادي الاهلي خمس ست فراوده والفتره اللي كان فيها كمان الكابتن حسام كنا كلنا بندور في واحد. مين اللي جنب كابتن حسام؟ مين جنب حسام حسن؟ طبعا. لما مشي كابتن حسام لا وسع السكه وخلى القاعده بقى توسع شويه. أيوه. بدا بقى اثنين غير ما كنا بتشتغل على رقم واحد. لكن كان في انا كل سنه من الخمس سنين اللي قضيتهم في النادي الاهلي في منافسه بينه وبين خمس فراوده روس حربه جامدين جدا الحقيقه. النادي الاهلي السنه دي تطلع سنه تطلع واحد تطلع اثنين، السنه اللي قبلها برضو واحد اثنين، ندره في شويه في المهاجمين. السنه اللي جايه بتراهن على النادي الاهلي؟ يعني لا يعني هو السنه اللي الموسم اللي جاي الدنيا مختلفه طبعا. انا شايف عظيم. يعني حتى كنت من شويه كده بشوف لقيت الناس المصنفه ان تلعب اطراف وروس حربه ما شاء الله السنه دي مختلفه عن قبل كده. فاعتقد ان شاء الله التهديف يمكن انا قلت قبل كده في برامج قبل كده وفي النادي الاهلي ان لا يصح النادي الاهلي يبقى يعني اربع خمس سنوات هداف الدوري مش من النادي الاهلي. بس السنه دي هداف الدوري الحمد لله ده اللي احنا. وبالمناسبه على فكره يعني على الرغم ان الموسم كان صعب جدا وشاق جدا وما قدرناش نحقق بطوله الدوري، لكن الاهلي اقوى فريق هجوميا على مستوى كل فرق البطوله. يعني شوف عشان نتكلم 70 جول في موسم يعني الحمد لله طبعا ان احنا حققنا البطوله. يعني خلينا نتكلم بمنطقيه، يعني طبيعي ان انت لما تبقى منافس في اربع خمس بطولات فدي واحده يعني ما فيهاش مشكله يعني طبعا يعني مبروك للزمالك طبعا عشان الناس برضو ما تحسش ان احنا يعني لا مبروك للزمالك بطوله يستحقها. مش عايز اقول النادي الاهلي فرط فيها، لكن هو فرط فيها او راحت منه باسباب منطقيه مش اسباب كمان يعني يعني لا خارجه عن اراده النادي الاهلي. البطولات بطوله اثنين بطوله افريقيا سوبر لا يعني الحقيقه كتر خير النادي الاهلي ان احنا هيوصل البطوله دي. يعني شايف انا منطقي انها تروح خصوصا ان احنا بيدينا حافز كمان اللي بعد كده الحقيقه. انا كمشجع للنادي الاهلي بعيد عن انا لعيب يعني انا مستفز الفتره دي الثلاث اربع خمس الاسبوع اللي فات ده من ساعه ما البطوله دي راحت شحنت بطاريات ده حقيقه. انا نفسي شوف انا مشجع تخيل بقى اللعيبه او المجلس اداره والجهاز الفني يبقى عاملين ازاي. صحيح. فان شاء الله نتمنى النادي الاهلي كلنا نتمنى كل البطولات ان شاء الله تبقى في النادي الاهلي. طب خليني افتح معاك منتخب مصر بقى عشان الوقت ما ياخدناش. مصر بكره تبتدي ان شاء الله مشوار تصفيات كاس عالم، وانت عارف كاس العالم عزيز علينا شويه. يعني بنقعد مش عارف بقى حظنا وحش فيه، الظروف ضدنا، قعدنا 30 سنه عقبال ما وصلنا مره ثانيه 2018. شايف فرص المنتخب في الوصول لكاس العالم والتشكيله دي وقياده كابتن حسام البدري ان شاء الله اللي هيبتدوا المشوار بكره مع انجولا ازاي؟ يعني شوف هو في وجهه نظري افضل تشكيله
يعني اخذها الكابتن حسام، يعني حسام افضل ناس ماشيه بشكل منتظم الحقيقه. يمكن اختلاف على واحد او اثنين كده، يعني كان ممكن نتكلم على احمد رفعت بتاع مصري. المصري، يعني في وجهه نظري كان يستحق، عامل موسم كويس، ماشي بشكل كويس، واحد او اثنين. فلما تختلف في حد تاني غير رفعت، يعني بص هنختلف بقى في واحد في اثنين في المساكين، يعني انا شايف علي جبر يعني لا يعني بعيد شويه، يعني كان ممكن نحتاج حد احسن يعني افضل من كده يكون الدنيا يعني ماشيه كويس. علي جبر ما كانش اساسي شويه في بيراميدز، برضو بعيد عن مستواه، مش هو ده علي جبر بتاع الزمالك ده حقيقه. كنا محتاجين حد يعني جنب الونش، جنب ايمن اشرف، جنب حجازي يفرق. لكن الموجودين اعتقد برضو يعني علي جبر او الناس اللي هي موجوده في نص الملعب الامور ماشيه بشكل كويس. الطرفين نص الملعب الفراوده انا شايف موجود صلاح وشريف، لا الدنيا احسن كتير. انا شخصيا متفائل، لكن خلي بالك برضو استعدادات الانديه مختلفه عن الفتره اللي فاتت. احنا برضو للاسف التصفيات الافريقيه مع فرق قليله جدا، والنتائج خلينا نتكلم منطقيين مش على المستوى المرضي الحقيقه، يعني نتعادل. بتتكلم على ماتشات التصفيات بتاع دوره مؤهله لكاس الامم الافريقيه، يعني فرق اقل وحققنا نتائج يعني مش مرضيه. كاس عالم لا، هتلاقي انجولا بشكل مختلف تماما. يا ريت اتمنى هو طبيعي طبعا. ده يبقى مشوار اصعب، يعني الهدف كبير. الهدف اهم طبعا، والمنتخبات اللي معاك نسبيا اقوى من اللي كانت معاك. عشان كده المؤشر اللي في البطوله الافريقيه الحقيقه ما كانش مرضي، دي رقم واحد. رقم اثنين الاستعداد برضو، احنا خلينا نتكلم منطقين، احنا برضو في ظلم لجهاز المنتخب. اربع ايام في موسم منهك جدا للعيبه، كل اللعيبه جايه يعني. ما الجمهور بيقول لك يا كابتن علاء احنا مش عايزين شماعات، يعني احنا هدفنا انت توليت المسؤوليه، وكل ده كان معروف سواء لاتحاد كوره، انا مش بتكلم بس او يعني بحمل المسؤوليه بس للجهاز الفني، لكن ده كان معروف لاتحاد الكوره ان الموسم مضغوط واللعيبه هتخلص متاخر، وان الانديه المصريه مشاركه في كونفدراليه وفي بطوله وفي دوري ابطال، وانه تصفيات كاس العالم معلن عنها هتبتدي في سبتمبر. فكونك انت ما حطيتش السيناريو الامثل بقى انك انت تتعامل مع المعطيات دي، او ما حد اصلا ما جاتش مفاجاه برضو طبعا. صح ولا ايه؟ فالشماعات هنا مرفوضه، يعني ما تقوليش محترفين مش موجودين، ما تقوليش اللعيبه مجهده، ما تقوليش ما عملناش معسكر قبل او مباراه وديه قبل يعني كل ده بالنسبه للجمهور مش داخل في الحسابات، ده في ظني وتقديري يعني. انا في وجهه نظري يعني هنقول المحترفين ما جوش، انا في وجهه نظري محمد صلاح بس. يعني الباقي يعني تريزيجيه برضو يعني لا تريزيجيه اصابه يعني بس يعني بس كان اساسي مع معلش المتخب. بس تريزيجيه في الفتره اللي فيها شريف، اللي الفتره اللي فيها حسين الشحات، اعتقد يعني ممكن الدنيا تبقى كويسه جدا. تمام، ده في وجهه نظري. لكن هو صلاح اللي فعلا اللي ممكن يتاثر بيه منتخب مصر، وان شاء الله ما يتاثرش. يعني هو ده الوحيد اللي هو ممكن يعمل يصنع الفارق معاك الحقيقه، مش موجود. لكن ان شاء الله انا شايف شريف بمستوى كويس. مصطفى محمد يعني انا مش متابع قوي الدوري التركي، يعني ما اعرفش حالته عامله ازاي، يعني على عكس بداياته، يعني الاصابه مستواه يعني انخفض شويه، مش بيشارك اساسي بقاله فتره. للاسف مشكله اللاعب المصري باستثناء محمد صلاح ان البدايه بتبقى كويسه قوي وبعد كده الدنيا بتختلف خالص. بتعدلي خمس مهاجمين، انت كنت مهاجم في فرقه الاهلي بتقول لي جنبي خمسه تقال، فما بالك بمنتخب مصر. عدلي خمس مهاجمين النهارده من وجهه نظر علاء ابراهيم سوبر، او يستحقوا ان هم يبقوا محترفين في انديه كبيره او موجودين مع منتخب مصر الاول. لا حقيقه ما فيش الا شريف ومحمد ومصطفى محمد وكده كده محترف يعني. ومحمد صلاح، ادي الثلاث فراوده اللي انا شايف وجهه نظر ان يستحقوا يبقوا موجودين في منتخب مصر. مفيش تاني؟ خالص. محدش لفت نظرك في الدوري السنه دي؟ في لعيبه كويسه، في فراوده كويسين محترمين، لكن مش منتخب مصر الفانيلا تقيله قوي. لا الفانيلا تقيله قوي. صح. الدوري السنه دي ما افرص يعني، اعتقد ان نسخه الدوري السنه دي كان فيها نوعا ما منافسه، فيها فرق قدمت مستويات مميزه. مين لفت نظر كابتن علاء ابراهيم؟ يعني قلت لك على مستوى الدوري بره الاهلي والزمالك حتى. انا في وجهه نظري الدوري السنه دي لا يمكن يفرز لعيب كويس. بالضغط اللي كان مضغوط، كل يومين مباراه منهكه جدا، حتى اللعيب اللي عايز يطلع حاجه مش متعود. اللاعب المصري ليه مختلف حاجات على فكره. لا يعني مانويل جوزيه لما جه الفتره 2001 عمل لنا النظام اللي هو اليوم كامل. مش معظم كل اللعيبه ما كانتش شايفه في الملعب، البدايه كانت وحشه جدا
جدا. بدا يغير على اسلوب الحياه والعيشه بتاعت النادي بتاعت اللاعب المصري. فبدات الدنيا تتغير وبدا نكسب بقى ونخش بطوله افريقيا وحققنا البطوله. لو استمر بالشكل ده كانت الدنيا هتختلف خالص. كان محتاج وقت. كان محتاج وقت. محتاج وقت ومحتاج صبر. بالظبط. لكن لما جه غير. احنا مشكله اللاعب المصري عشان تلعب كل يومين مباراه مستحيل. ما الاهلي عملها السنه دي كابتن علاء. ده الاهلي لعب هو الاهلي لعب 19 مباراه في 55 يوم. هو الشهر بس الوحيد اللي هو الاخير ده بتاع الدوري. لا وفي رمضان. لكن الاهلي طبعا البطولات اللي كان داخل فيها النادي الاهلي يطلع من السوبر يخش في كاس افريقيا يطلع مش لا طبعا مباراه. بس النادي الاهلي برضو عنده يعني ذخيره كبيره. عنده ذخيره كبيره. افضل لاعبي الاهلي الموسم ده من وجهه نظرك؟ لا في وجهه نظري انا شايف محمد شريف افضل من الناس يعني رقم واحد. شايف ايمن اشرف الحقيقه عامل موسم مميز. الشناوي طبعا هايل حاجه جميله جدا. يعني اكرم توفيق. قفشه يعني قفشه بص يعني انا بص يعني قفشه انا بحق يعني لعيب كويس بس برضو ليه حاجات كده يعني مش عارف يعني ما بقى يعني محتاج ان هو يعني ياخد الموضوع باهتمام على طول. النادي الاهلي افضل صانع العاب في مصر مين؟ طب من وجهه نظر علاء ابراهيم النهارده. لا هو حاليا قفشه. قفشه يعني مش محتاج كلام يعني. طب اديني له حقه كده. لا قفشه طبعا. طيب عايز اكلمك على صفقات الاهلي الجديده وخصوصا انه اغلبهم يمكن مهاجمين. اسمع راي واحد من نجوم خط هجوم النادي الاهلي في بدايه الالفيه. بس خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن علاء ابراهيم. مفيش شك انه كل جمهور النادي الاهلي بدون استثناء هنا بقى بتكلم وكل ثقه في انتظار ظهور صفقات الاهلي الجديده بتيشيرت النادي الاهلي ونشوفهم في الملعب ونشوف تاثيرهم. بس قبل ما نشوف ده خلينا نسمع راي كابتن علاء ابراهيم. وبما انه الصفقات كابتن علاء ابراهيم اغلبهم يعني باستثناء كريم فؤاد كلهم يعني في الخطوط الاماميه خطوط هجوم النادي الاهلي سواء بيرشيتاو حسام حسن او لوي ميكسوني. خليني اسمع رايك فيهم وشايف ازاي قدراتهم او شايف ازاي ممكن تكون اضافتهم لفرقه النادي الاهلي. نبتدي بحسام حسن الاول بما يعني انه اكتر حد متشاف فيهم. حسام حسن فرقه كويس يعني فرقه كويس. ما انا كنت اتمنى بقاء احمد ياسر الفتره دي مع شريف مع بيرستاو ومع ميكسوني يعني. وكان موضوع حسام كان ممكن يستنى شويه. ده في وجهه نظري يعني. تمام. لان انت برضو هو لعيب كويس الحقيقه لكن انت ينجح او ما ينجحش في وجهه نظري مش النادي الاهلي. القصه بتبقى كوره بس؟ شوف يعني القصه بتبقى امكانيات لعيب بس ولا في عوامل ثانيه؟ لا امكانيات لعيب والنادي الاهلي لما يجي محتاج لعيب هينجح ولا لا؟ يعني بين الاثنين ينجح ولا لا؟ حتى لو امكانياته كويسه. ايوه يعني في لعيبه انت جيت الاهلي من المنيا وكانت امكانياتك كويسه. بس نجحت. ايه العوامل اللي كانت بره؟ بس في لعيبه برضو لعيبه كانت امكانياتها كبيره جدا في انديه وجات النادي الاهلي وما نجحتش. مظبوط. لو قلت لك اسماء يعني محمد عبد الله كان حاوي في الاسماعيلي. ايوه عادي جدا. في لعيبه كبيره جدا جات النادي الاهلي وامكانياتها كانت كبيره جدا. دي رقم واحد. لو على الامكانيات امكانياته برضو مش هو يعني في وجهه نظري. انا مش متجن عليه لكن انا شايف في وجود شريف يعني مش يعني لا مش النادي الاهلي يعني الصفقه دي يعني نقول 50 50 تراهنش على التطور يعني. ما في لعيبه جت الاهلي ما كانش حد يسمع عنها وما كانتش حاجه كبيره قوي يعني التطور يعني. طيب التطور ده يعني عصام الحضري جه النادي الاهلي ما كانش عصام الحضري لكن خرج من الاهلي اسطوره. وائل جمعه جه من المحله ما كانش وائل جمعه ما كانش الصخره يعني لكن خرج من الاهلي واحد من افضل مدافعي التاريخ في الكره المصريه. وهكذا في اسماء كتير. البدايل في الوقت ده كانت موجوده ولا لا؟ يعني بمعنى ان عصام الحضري كان مين بديله في الوقت ده؟ ما كانش يعني. كان الكابتن احمد شويد كان بيقف وهو كان البديل اللي طالع وراه. مين بديله؟ هتلاقي بقى مصطفى كمال كان على مسافه بعيده شويه. تامر امير عبد الحميد مسافه بعيده. احمد فوزي مسافه بعيده. فكان دي لكن البديل بتاع حسام عندك. الشناوي احنا ليه هنروح بعيد؟ ليه انا ضربت مثل بالحضري؟ طب ما الشناوي اهو. الشناوي جه الاهلي وتعاقد معاه وكان بيقعد احتياطي لاكرامي لما كان اكرامي حارس اول. تمام. قدره الشناوي على تطوير مستواه خليته مش بس نمره واحد في الاهلي، خليته نمره واحد. طيب. على مستوى مصر كله. اولا التشبيه بين الاثنين بين الحارس وبين راس حربه مختلف تماما. تمام. بدليل. طب ليه ما تصبرش على بواليا؟
لا انا صبرت على بالمناسبه بواليار بشكل رسمي. خليني اقول لحضراتكم مالاتاي سبور التركي اعاره مع بند طبعا بحقيقه. ليه ما صبرتش على بواليار؟ انا صبرت على فلافيو سنه بحالها. لا بس انت بقى واحد من اهم المهاجمين المحترفين اللي جم كان موجود برده وكان في عماد متعب كان في وبعدين فلافيو الوضع كان مختلف، ما كانش فيه الشريحه الكبيره اللي موجوده دلوقتي. طيب خلينا نقول حسام 50-50 زي ما انت قلت. لا انا بس بتكلم في نقطه ان انت تصبر عليه طب ما انت صبرتش على بوليا ليه؟ ما انت بوليا يا دوبك كام شهر ورحت ممشيه. هو راس الحربه كده. ايوه يعني عشان كده انت مش محتاج تصبر، لكن حارس ممكن تصبر، استنى الشناوي شويه. ليه؟ لان كان في راكب مين؟ اكرامي. اكرامي ركب الشناوي مشي. قبلها عصام الحضري حضرتك اديت مثل بيه، كان مين اللي راكب؟ كان كابتن احمد شوبير. ايوه خد وبدا بقى عصام الحضري. لكن انت ليه ما صبرتش على بواليا؟ راس حربه مختلف تماما عن التشبيه بتاع فكان ممكن احمد ياسر يقوم بنفس الدور بتاعك وابنك. ده رقم واحد. هنيجي لبيرسيتاو. انا شايف بيرسيتاو وميكسوني انا شايف صفقتين لا ممكن يعملوا معانا فرق كبير جدا. الحقيقه فرق كبير جدا، لان للامانه برضو الاطراف عندنا في النادي الاهلي محتاجه شغل كبير جدا. يعني محتاجه شغل كبير جدا. يعني انا شايف يعني ولا تتكلم على الطرف المهاجمين ما هم خلي بالك ميكسوني وبيرستاو الاثنين بيلعبوا، ممكن يلعب صريح وممكن يلعب طرفين. انا شايف دول ممكن يعملوا معانا فرق كبير جدا، لان الاطراف عندنا الحقيقه لا احنا محتاجين. هنتكلم بقى نقول طاهر، هنقول حسين، هنقول صلاح وكهربا. حسين الشحات طبعا وطاهر يعني شايف انا في وجهه نظري يعني حسين الشحات مر بفترات يعني نزول وطلوع نزول وطلوع. النادي الاهلي في الفتره اللي جايه مش محتاجين حد ينزل، احنا محتاجين كل الناس تطلع. طيب فاعتقد ميكسوني وبيرستاو صفقتين مهمين جدا هيفرقوا معانا في الحته اللي فوق مع شريف ان شاء الله يعملوا لنا فرق كبير جدا. كريم فؤاد. كريم فؤاد صفقه مهمه جدا للنادي الاهلي جدا جدا الحقيقه. لعيب صغير في السن، لعيب عنده طموح كبير جدا ودي مهمه جدا جدا. لاعب منتخب ودي برده بتدي له الضغوطات اللي هي يعني تبقى موجوده، يعني لعيب المنتخب ده بيتحط تحت ضغوطات للنادي الاهلي. بالظبط شايفه لعيب مهم، صفقه مميزه جدا يدينا لا يدينا كم كذا سنه الحقيقه. ممكن يلعب رايت ليفت الحقيقه انا شايفه في الاثنين كويس، لكن انا في وجهه نظري وممكن الكلام ده نستنتجه الفتره اللي جايه من الماتشات ان هيبقى رايت، لان هو رايت حاجه محترمه جدا جدا. حته الليفت انا بحب اللي بيلعب رجله الشمال، احنا في النادي الاهلي بالذات كمان ما بينجحش الا بيلعب رجله الشمال. لعبت مع جيلبرتو جيلبرتو وعماره قبليه وعماره طبعا سيد معوض ايوه طبعا معلول الفتره الاولانيه دلوقتي بقى خلاص بقى يعني معلول الدنيا بدات يعني تبعد عنه شويه. لازم يبقى ما جابش الفورمه اللي هي قبل الاصابه. بص يعني احنا خدنا منه خلاص انا في وجهه نظري خلاص بقى يعني احنا 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 خدنا احسن حاجه في معلول كفايه. ده في وجهه نظري يعني نشوف حد تاني. والمشكلة بتاعت النادي الأهلي أو إحنا لما بنحب بنصبر كتير قوي، يعني إحنا صابرين على معلول كتير قوي بس عايزين بديل. بس هو ما خدش فرصة برضه، يعني هو الموسم ده قعد تقريبا غايب شهرين ودي فترة طويلة جدا في إصابة. أنا بتكلم خلاص يعني معلول حتى لو إدانا السنة دي السنة بقى محتاج حاجة تجهزها بعد كده. هو ده الكلام يعني إحنا بندور على باك رايت لحد ما مشي أحمد فتحي مرة هاني مرة أكرم مش لاقيين. إيه رأيك في أكرم في المركز ده؟ يعني النادي الأهلي يعني في بعض ماتشات الماتشات اللي هي مثلا افريقيا بقى دور قبل النهائيه كاس عالم انديه بنلعب الفرق قويه في الدفاعيه، لكن هجوميه لا يعني اكرم لحد هذه اللحظه ما عملش اوفر جول. لا ازاي يا كابتن علاء؟ واحد ده اتطور. لا يعني اكرم في لما ابتدى يحط يثبت رجله يحط رجله في الحته دي الى حد كبير اتطور هجوميا، عمل اكتر من اسيست. شوف انا عايز اقول لك حاجه. انا كلاعب كوره حاسسها او كمدرب انت كمهاجم مستني العرضيات اللي جايه من اليمين والشمال يعني انا شايف ان اكرم مش مبسوط في الحته دي كمان بيأديها. ايوه انا كلاعب كوره قديم مثلا ومدرب دلوقتي انا بتفرج على اكرم هو مش مبسوط، هو يعني مش سعيد وهو بيلعب باك رايت. هو بيأديها الولد
ما شاء الله وحاجه روح وقلب وجدعانه ما شاء الله، بس هو مش مبسوط. دي حاجه يعني انا شايف احساسك انت كده، انا حاسسها الحقيقه. لكن هو في نص الملعب لا، حاجه محترمه جدا طبعا. انا شايفه هو والسوليه وحمدي فتحي. انا في وجهه نظري ديانج يعني لو جات له حاجه. ترشح لنا حد مين عجب باك شمال عجب كابتن علاء ابراهيم في السيزون الاخراني؟ يعني انا يعني انا اذا كنت احنا بنقول يعني باك ليفت بنقول عبد الشافي ما شاء الله، يعني كام سنه دلوقتي 35 و36 منتخب مصر. فهتقول مين طيب؟ لا انا انت لسه بتقول لي انا عايز حد للي جاي. يعني دي 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 يعني. ده النادي الاهلي بقى، ده التفكير النادي الاهلي ان احنا محتاجين حد مكان معلول بقى ياخد مع معلول بالظبط. يعني معلول ناخد منه خبره من معلول ناخد منه شويه ونديله وقت تاني يعني حبه في حبه. يقول لي اسم مين لفت نظر كابتن علاء في يعني 18 فرقه في الدوري العام ما فيش لعيب باك شمال لفت نظر على ابراهيم؟ انا يعني انا يعني مش شايف الباكات ليفت اللي هو يعني المكان ده الحقيقه نادر جدا. ده حقيقه يعني الباك ليفت الحقيقه نادر جدا. انا مش يعني مش مركز قوي في مين حد دلوقتي حد لفت نظر. بالظبط. لكن في لكن طبعا في حد كويس طبعا. لا في انا شايف احمد فتوح بتاع الزمالك لا حاجه ما شاء الله هايل. محتاج بس شويه شغل. ايه شويه شغل؟ ما شاء الله قوي سريع واحد على واحد بيعدي ودي ميزه. ميزه الاوفر محتاج مدرب كده كل تمرين يمسك له ويعمل له مهاجم برضه يا كابتن علاء ما بتفكرش غير في الاوفرات. لا عايز اللي يمول. ديفيد بيكهام في مانشستر يونايتد كان لحد ما مشي وراح ريال مدريد وباريس ولف اللفه بتاعته دي كان بيعمل الاوفر كده بيوصل زي ما هو عايز. منين؟ كان كل تمرين بعد في مانشستر يعمل له 50 فاول 50 اوفر. هو ده اللعيبه دي اللي محتاجها. هو ده محتاج ده بس. لو ظبط الاوفر خلاص خلاص الموضوع خلص يعني. لكن واحد زي معلول مش عامل له اوفر اللي هو اوفر وسليم. لا معلول اكتر عدد يعني لو قلنا كم اسيست السنه دي علي معلول رغم انه غاب شهرين. لكن اللي ناقصه معلول مش قادر اجيبه له دلوقتي. القوه السرعه خلاص السن خلاص الموضوع خلص. المركز ده محتاج لا محتاج قوه وسرعه ومهاره طبعا. بس انا وراهن على معلول السيزون الجاي يعني شايف انه ابتدى او استعاد جزء كبير جدا من فورمته من الفتره اللي رجع فيها. واعتقد انه السيزون الجاي هياخد وقت يبقى اجهز يبقى بدنيا. انا في وجهه نظري واقف على رجله. انا في وجهه نظري اقل سنه هنشوفها المعلول السنه دي كاصابات لا قدر الله يعني ان شاء الله ربنا يحميه. يعني الاصابه بتاعته لما بيتصاب السن الاستشفاء بتاعه غير لما كان قبل كده. طيب في مراكز ثانيه شايف ان الاهلي محتاج يدعمها؟ يعني انا شايف الثلاث اربع صفقات اللي جم يعني مميزين جدا الحقيقه. محتاجين حارس مرمى مع الشناوي. يعني انا بسمع دلوقتي الشناوي لا طبعا التفكير ان هو يمشي مستحيل. احنا عشان نعمل الشناوي من عصام الحضري للشناوي بص كام سنه يعني شوف كام سنه عملناها النادي الاهلي عانى فيها لحد ما يوصل الشناوي للمرحله اللي نقول كابتن احمد شوبير الشناوي كابتن اكرامي كابتن صلاح بدر رحمه الله عليه عصام الحضري الشناوي. لا احنا النادي الاهلي لا يفرط في الشناوي طبعا. دي موضوع مرفوض تماما. ده في وجهه نظري يعني. لكن مصلحه النادي الاهلي او مصلحه الشناوي دي بتاعتهم هم يعني. لكن انا شايف ان عشان نعوضنا نجيب حد بقيمه احمد الشناوي وقيمه عصام الحضري والناس الحراس الكبار دول خدنا وقت كبير. لو مش الشناوي انا في وجهه نظري هنحتاج وقت كبير جدا. يبقى كل اللي بنعمله ده للاسف ممكن يضيع في لحظات. مش معنى كده ان الاقل يعني مش كفاءة لا، بس خلاص الشناوي خد النادي الاهلي خلاص يعني بقى نادي اهلي بقى جون كبير خلاص. عشان نعمل حاجه تاني انا في وجهه نظري يعني ان شاء الله ما يخرجش يعني. ايوه نتمنى انه يستمر طبعا مع الموسم اللي جاي. طبعا مين مع الشناوي؟ مين برضو ممكن يعني لو بتفكر في دعم حراسه المرمى؟ انا كنت ثلاث اسماء. انا كنت اتمنى عامر عامر. المهدي سليمان. مهدي سليمان دول الاثنين اللي انا كنت ممكن يعني يبقى حد مع الشناوي. لحد صغير انا شايف وجهه نظري اللي موجودين علي لطفي شوبير لازم يبقى موجود متواجد. في برضو جون انبي برضو جون شايفه كويس يعني ده يعني انبي بس ما مش شايف حد تاني يعني ممكن يركب تاني مع النادي الاهلي غير عامر المهدي والحارس بتاع انبي لكن مش متذكر اسمه الحقيقه. برايك في مستر موسيماني ومشواره مع النادي الاهلي من اول ما تولى المسؤوليه في نهايه الموسم الاخراني وصولا للحظه اللي احنا فيها؟ ارقام يعني كبيره جدا الحقيقه. ارقام مميزه جدا. كانت مغامره جدا الحقيقه من كابتن خطيب. استغربت اول ما سمعت الاسم؟ طبعا.
يعني لا كانت مغامره كبيره جدا انه يجيب موسيماني ما حدش يعرفه. نجحت يعني المغامره؟ لا طبعا لا طبعا نجحت باقتدار. يعني معلش لما تخش في اربع خمس بطولات بتحقق يعني بطوله واحده بس بتضيع منك واسباب ان انت حققت الاربعه اللي قبليه لا طبعا انجاز كبير جدا يكمل. اول مشكلة. بطوله ضاعت منك في النادي الاهلي كانت ايه؟ كان الدوري 2003 كان مستر جوزيه؟ لا كان بونفرير. كان بونفرير كنا رايحين ماتش انبي في المولين وخلاص يعني كسبنا انبي ناخد الدوري. ايوه اوه ده ماتش انبي فاكر انت؟ ايوه طبعا. ده يعني كانت حسره بقى بعدها حسره. احنا يعني كنا متصدرين وفرق والدنيا كويسه ورايحين انبي نكسب يعني انبي كمان كان لسه طالع مش انبي دلوقتي يعني. ايوه وكنا رايحين في المولين والاستاد مليان خلاص نكسب الحقيقه. ويجي جون كده يعني بالدماغ وضيعنا بتاع يعني وربنا كان يعني مش كاتبها. بالظبط كده. دي الحقيقه كان اخر مباراه كمان في الدوري. ايوه في الحقيقه دي. وكمان 2002 اسماعيلي برضو الاسماعيلي السنه دي كنا احنا بننافس احنا وهم التعادل مع المحله في المحله ضيع لنا الدنيا وكنا كسبانين الاسماعيلي في الاسماعيلي بتاع 4-4 ده 4-3 خلاص الماتش خلص. ايه الكواليس اللي بعد خساره بطوله في اوضه اللبس؟ بص شوف يعني النادي الاهلي بيختلف يعني الناس بتتكلم على وقفه الكابتن الخطيب في 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 ماتش الجونه ماتش الجونه دي يعني الكابتن الخطيب مش محتاج ميديا مش محتاج ده الميديا هي اللي بتروح له. الكابتن الخطيب هو ده النادي الاهلي هو ده الوقت اللي فيه الكابتن الخطيب. انت لو تلاحظ لو خير الكابتن الخطيب انه يوقف في المنصه مش هيوقف لو خير يعني لو قالوا له لو انت ممكن ما تجيش مش هيجي. لكن في الوقت ده هو ده الكابتن الخطيب هو ده النادي الاهلي لازم يقف جنب ولاده في الوقت ده. فدايما الانكسار لازم كلنا ولازم الكابتن الخطيب زي ما انت شايف كده حاجه مشرفه. هو ده النادي الاهلي هو ده الوقت اللي اللعيبه محتاجاه مش الوقت ان انا بسلم الميداليات. لا انا زي ما بقول لك لو خير الكابتن الخطيب في مراسم التتويج ان هو ما يبقاش موجود والله انا متاكد انه ما يوافق. لكن في الوقت ده هو ده الكابتن الخطيب هو ده لعيب الكوره هو ده رئيس النادي الاهلي في الانكسار هو ده هي دي اللحظه ان شاء الله باذن الله الحقيقه هتتحط في التاريخ الموقف ده هو الحقيقه ما بيتاخرش ابدا لا 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 ده الموقف يعني ده بالنسبه للعيبه خلي بالك الموقف ده ما يحسوش الجمهور ايوه يحسه لعيب في الوقت ده انت بتشوف رئيس النادي ده حاجه كبيره جدا في الوقت ده بتطبطب عليك وانت خسران بطوله ده موقف ده انا في وجهه نظري من يتحط في تاريخ النادي الاهلي. طبعا لحظه مراجعه حسابات لحظه نظره لقدام لحظه تخفيف ضغوط والحقيقه اللعيبه اتحطت تحت ضغوط رهيبه الموسم الاخير يا كابتن علاء. طبعا بقول لحضرتك اربع بطولات لما تفقد بطوله ويبقى رد الفعل من رئيس النادي بالشكل ده انت مش هقول تكسف على نفسك لا ده هو يعني بقى ادانا شحنه كلنا يعني زي ما بقول لك ممكن الجمهور ما يحسش بالوقفه بتاع الكابتن الخطيب دي. توقعاتك للموسم الجاي موسم صعب خلينا اخد بس رايك في شكل المسابقات معالم كاس مصر مع انك ان احنا نكمله في ظل الاجنده المضغوطه دي ولا يتم الغائه رايك في مستوى التحكيم مع وجود تقنيه الفار ورؤيتك لأزمة مشكلة الدوري يتعمل مجموعتين يتعمل دور واحد نلعبه بشكله الطبيعي التقليدي رأيك إيه في الثلاث نقط دول؟ أول حاجة يعني بالنسبة لشكل الدوري أنا في وجهة نظري المجموعتين فاشل أنت ممكن بقى تشوف حاجة بقى يعني تضغط بقى زي كده كل يومين مباراة كل ثلاثة مش ممكن عندك تصفيات كاس عالم عندك بطوله عربيه اللي هي كاس العرب عندك امم افريقيا في يناير وعندك مشاركات الانديه في دوري الابطال والكونفدراليه وعندك مشاركه الاهلي في كاس عالم انديه فهتعمل ده كله امتى؟ مش عارف يعني مش هتتعمل ازاي؟ طب لو بتختار بين دوري مجموعات يعني دوري يتلعب على مجموعتين تسع فرق وتسع فرق ويعملوا مثلا دوره مجمعه بين الاول والثاني من هنا والاول والثاني من هنا ولا دوري يتلعب من دور واحد افضل من وجهه نظر علاء ابراهيم؟ لا هو دوري من دور واحد لا يعني لا. لو كده هيبقى المجموعتين افضل وياخد الاربع الاوائل مع الاربعه اللي تحت يعملوا على الهبوط والنزول وخلاص تمام. كاس مصر كاس مصر انا شايف وجهه نظري انا اتمنى انه يكمل انا محتاج بطوله
انت هيكمل عشان الاهلي يعني. انا اليومين دول انا يعني انا مشحون عايز بطوله. يعني عايز بطوله يعني. حتى لو كان احنا استكفينا يعني اصحابنا الزملكاويه يعني الناس ايه شحنونا يعني محتاجين بقى ان احنا نرجع لطبيعتنا يعني. فانا محتاج بطوله. استنى انا كعلي ابراهيم مشجع اهلاوي جايه كتير. انا محتاج بكره نهائي كاس مصر جايه كتير يا كابتن علي. عشان كده بسمع يعني يقول لك ان احنا لو اتلغى كاس مصر الزمالك ياخده عشان وصل للدور الاربعه. الحقيقه يعني مش عارف نادي الزمالك الحقيقه نادي كبير جدا بس مش عارف المسؤولين يعني ارجو ان هم يعني اسم نادي الزمالك اسم كبير جدا يا جماعه لازم هم يتحملوا مسؤوليه فانا محتاج ان انا بطوله جايه. خلينا ناخد رايك في الثلاث فرق اللي طلعوا للدوري النسخه الجديده. طبعا الثلاث فرق يستحقوا من وجهه نظرك يعني هم الاقدر او يعني شوف الشارع الدخان وانا كنت طبعا انت مشارك في بالظبط الانجاز طبعا المدرب بتاعهم اخر شهر يعني دي اللي انا تركت النادي او هم اقلوني يعني زي ما بيقولوا. لا النادي الشارع الدخان يستحق طبعا. اولا النادي ما شاء الله يعني امكانياته دوره ممتاز الحقيقه. لكن عندهم مشكله لان برضو الشركه ممكن ما تصرفش من الناس متخيله ان الدخان لا الدنيا ممكن ما تبقاش مظبوطه امكانيات ماديه يعني امكانيات ماديه برضو مش هتسري الكره الدوري ده فوق نظري. طالعين يلعبوا كوره وينافسوا ولا طالعين تمثيل مشاهد يعني فوق نظري هيعان هيعان ده فوق نظري هيعان. لان حتى الصفقات لحد دلوقتي انا مش يعني ما قريتش حد ان هم يعني يجيبوا لحد دلوقتي لكن ده رقم واحد. كوكا كولا لحد هذه اللحظه لا تعاقد وبيدور على مستثمر فواضح ان الدنيا برضو يعني صعبه جدا. فانا شايف الفرقتين دول من الفرق اللي هتبقى مرشحه الفتره اللي جايه. الوحيد اللي هو هيستمر فرق زي سيراميكا كده نادي مستقر شركه خاصه نادي عنده امكانيات ماديه وبشريه كمان. رئيس النادي راجل سنا صغير في السن راجل متفتح عندهم شغل كويس محترم جايب حتى كل اللي بيشتغل معاه شباب. فاعتقد ان فاركو هتبقى يعني الحصان الاسود زي ما بيقولوا هيعمل زي سيراميكا كده مع ان ما بيصرفش زي سيراميكا. دول الفرقتين دول الثلاث فرق اللي هم صعدوا. تمام ارجع معاك شويه كمان بالذاكره زي ما ابتديت كده بلقائي معاك بشوية ذكريات نرجع شوية ذكريات تانية وتعالى نشوف شوية صور كده وتعلق لنا عليهم تفتكر معانا كده أهم اللقطات والمواقف بمناسبة برضو مرحلة 2005 كنت رحت محترف كده في نادي الوحدات الأردني. أنت كنت أغلى صفقة في الدوري الأردني. كنت أغلى صفقة بقى وكنت كمان نادي الوحدات الأردني عامل زي النادي الأهلي كده هو الفيصلي والوحدات. الوحدات يعني جماهير كبيرة جدا وجماهير عريضة جدا الحقيقة. فرحت الحمد لله خدت احسن محترف خدت هداف الدوري وخدنا بطوله الدوري. نروح للصوره اللي بعدها. ده هدفي طبعا في نادي الزمالك اول هدف دي الكره اللي كانت فيرست تايم صح؟ نعم دي الكره اللي خدتها فيرست تايم فيرست تايم بالظبط اللي عملها لي الكابتن ابراهيم حسن. انت وبيبو ده دي هدف برضو عامله لي خالد بيبو كان مباراه الاتحاد برضو عدى وعامله لي كده بس مش شايف رقم لسه مين. على تواصل مين اقرب حد من اللي لعبت معاهم يعني في الجيل ده لسه في تواصل بينه وبين كابتن طبعا كلنا الحمد لله احنا كل. ال 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 الجيل بتاعنا يعني عندنا انتماء شويه لبعض العشره كانت عظيم. كويسه جدا عظيم. سيد حفيظ خالد بيبو على طول تواصل طبعا. على طول مع بعض احمد فوزي شرف حسين شكري لا كلنا الحمد لله كابتن وليد طبعا هادي خشبه كلنا الحمد لله لسه فورمه كابتن لا طبعا طب عظيم نبقى نلعب مع بعض بقى طبعا كده طبعا نروح للصوره ثانيه دي برضو الدوري الاردني يعني عملت موسم هايل تقريبا دي فرقه اسمها شباب الاردن برضو من الفرق اللي كانت بتلعب في اسيا وكانت بتنافس كمان على تقريبا على الكاس كاس اسيا من الفرق برضو المحترمه في الاردن اهلي ترجي ده الاهلي والترجي 2001 قبل النهائي بس مش عارف بقى دي في الاهلي ولا في عندنا في استاد القاهره ولا في تونس بس الحقيقه الماتشين كان ليهم يعني قصص غريبه جدا. الماتش الاولاني الماتش الاولاني 0-0 ضيعنا جوان كتير جدا جدا جدا. الماتش الاولاني كان هنا صفر صفر ورحنا هناك يعني الاجواء في تونس طبعا انت عارف ده الجون يعني بتاع سيد سامح حفيظ هو اتلعب وانا عملت له كده وراح هو واخده كده الحمد لله ربنا يسر الحال يعني ودخلت 1-1 وصعد ده اهم هدف في مشوار كابتن سيد عبد الحفيظ. لا سيد يعني سيد لعيب كبير جدا طبعا طبعا بس سيد. الجون ده والمكان اللي شاط منه الكوره طبعا يعني خدها في الصايم على طول بس سيد أفريقيا. سيد لك لعيب جامد جدا سيد طبعًا. انا لحد هذه اللحظه انا مش شايف حد زيه في نص الملعب. لا سيد
قوي، سرعه، قوه، يعني بنتكلم يعني طارق حامد على لعب مثلا قفشه، على قوه وشوط السوليه، لا يعني سيد حفيظ كان قصه ثانيه في الملعب. اه طبعا. طيب نروح لصوره ثانيه، ماتش الريال فاكره؟ طب قبل ماتش الريال اه دي بطوله افريقيا برضو. ده ابراهيم سعيد طبعا، بس طبعا انت عارفين ده ابراهيم سعيد طبعا دايما ضارب لازم يبقى ليه حاجه لازم يبقى في لون دوكو سيد عبد الحفيظ فاروق سيتو زاد احمد وائل رياض وائل رياض مش كده؟ ده ساندي ولا ده حد تاني؟ لا ده تشيرنو كان جاي من القناه ايوه بالظبط كان لعيب جامد تشيرنو برضه بالظبط جدا كان لعيب قوي دي 2007 منتخب مصر كنا في بورسعيد تقريبا في البطوله العربيه كنت في 2007 كنت انا بتروجيت كنت هداف الدوري وانضميت لكاس انضميت لمنتخب مصر وحققنا البطوله دي بطوله كاس العرب خدناها كنا كانت في 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 بورسعيد واسماعيليه والقاهره ووصلنا النهائي وخدنا البطوله يعني. بس من 2007 لدلوقتي الشكل ما شاء الله متغير يعني شويه هنفكرك كمان دي فرقه الاهلي طبعا دي 2000 مين التيم فاكر التيم ده كابتن علاء ده هادي طبعا وده جوده من اليمين للشمال ده هادي وجوده وده انا وائل جمعه لا ده اللي جنبينا ده بقى ابراهيم سعيد تقريبا فقلي وده حضري والحضري ابو مسلم اشرف امين شادي حسام غالي حسام غالي اللي من هنا ده تقريبا سعيد عبد العزيز سعيد عبد العزيز دي تقريبا نهائي كاس مصر 2002 نورت الدنيا يا كابتن علاء واسعدتنا بوجودك النهارده وبشكرك طبعا على صراحتك وبشكرك على ارائك وكل الحقيقه عشان يعني نبقى باصين لقدام وان شاء الله بنوعدك يعني مش بس كاس مصر لكن ان شاء الله لو اتلعب كاس مصر هيبقى معانا ان شاء الله سوبر افريقيا كمان ان شاء الله مع الرجاء وتحتفل قريب باذن الله ان شاء الله يعني اتمنى طبعا زي ما بقول لحضرتك انا فعلا كمشجع وكمحب النادي الاهلي محتاج بطوله بكره دلوقتي ان شاء الله باذن الله فان شاء الله يعني نحققها انا سعيد جدا بحضرتك الحقيقه من المذيعين والمتالقين الاعلاميين الجمال جدا بشكل جدا الحقيقه استضافه جميله جدا يعني شكرا لحضرتك على وقتك وعلى وجودك معانا في السادسه اسعدتنا واتمنى ان شاء الله باذن الله ليك كل التوفيق والنجاح بشكر حضراتكم على المتابعه بكره ان شاء الله هيكون يوم العالمي هنتابع اخر اخبار الميركاتو وهنتابع كمان بدايه انطلاقات الدوريات الجديده والقرعه بتاعه تشامبيونز ليج اوروبا وبالتاكيد كمان هيكون لينا وقفه مع مباراه مصر بكره ان شاء الله المهمه جدا في بدايه انطلاق مشوارها في تصفيات كاس العالم بشكر حضراتكم على المتابعه ونتقابل بكره ان شاء الله